بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايبي مع فيديو مراجعة ليلة الامتحان لمادة ICT جريد 5 إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنحل مع بعض عشر امتحانات امتحانات 2023 العام الماضي لو فهمنا الأسئلة كويس وعرفنا ليه جاوبنا الإجابات دي إن شاء الله ندخل الامتحان وإحنا متطمنين بإذن الله <applause> خلونا نبدأ بقى مع الامتحان الأول True or false number 1 A byte is the smallest unit of data. طبعا false لأن هي البت هي the smallest unit of data. Number two, the cell in Excel can contain only number. False لأن السل ممكن تcontain numbers و letters كمان. Number three, pictures can be quickly shared with colleagues using mobile phone. True الصور ممكن نعمل لها شير مع اصحابنا طبعا ممكن نبعتهم على الواتس فاحنا كده يبقى عملنا لهم شير عن طريق الموبايل فور. نمبر 4 فايلز ار ستورد يوزنج ا فلاش ميموري يعني احنا ممكن نخزن الفايلز على فلاش ميموري طبعا ترو نمبر 5 the word program is used to create tables and graphs فولس لأن مين البرنامج اللي بيكرييت تابلز اند جراف هو برنامج الإكسل Choose the correct answer We can use the Excel program for creating احنا بنستخدم الإكسل عشان نعمل بي ايه For creating spreadsheet و spreadsheet هنا بمعنى تابلز Number two The internet is not network الانترنت طبعا open network Number three select نقط from the new menu to create a new folder عشان اكريت new folder فانا بسلكت folder من ايه من النيو منيو نمبر 4 يو كان بروتكت يور فايلز فروم فايروس اور لوس by creating backup يعني انا بحمي الملفات بتاعتي من الفيروس ومن ان احنا افقدها عن طريق ان انا اعمل backup السؤال طبعا اللي عليه اللوك ده فده بيكون ايه من دروس الاطلاع مش هيجي لنا في الامتحان ان شاء الله السؤال التالت نمبر 1 هاكرز كان سند نقط الهاكرز ممكن ان هم يبعتوا لنا ايه يبعتوا لنا فيروس نمبر 2 بيبول كان فايند ا رود يعني الناس ممكن تعرف الطريق عن طريق ايه عن طريق الجي بي اس سيستم نمبر 3 Fred Hibbard hold virtual meeting using using Zoom. ولكن برضو السؤال ده مش علينا. Number four, you can find videos of your study subject on نقط يعني أنت ممكن تلاقي videos على الإيه؟ على الدروس بتاعتك اللي أنت عايز تذاكرها ده طبعاً على اليوتيوب. Number five, you can connect your computer to the router with ايثرنت كيبل انا دلوقتي بوصل الكمبيوتر بتاعي بالراوتر بطريقتين اتنين اما عن طريق الواي فاي او اما بكابل فبيبقى اسمه ايثرنت كيبل الامتحان الثاني ترو اور فولس نمبر 1 bit از the سمولست ستورج يونت تو ستور داتا طبعا ايه ترو هنا قايل لي البت فهي السمولست يونت نمبر 2 powerpoint is a program used for writing report لا false ليه لأن ايه البرنامج اللي بنستخدمه عشان نكتب بيه ريبورت؟ ده هو برنامج الوورد. number 3 braille make it more difficult to read for people of determination false لأن البرايل بيخليه easy مش difficult يعني بيخليهم يقروا بسهولة number 4 www is the abbreviation for world wide web true. Number five, the Egyptian Knowledge Bank is one of the most reliable sources. True. The Egyptian Knowledge Bank, طبعا من المصادر ال reliable أو الموثوقة على الإنترنت. Number six, password manager create strong password. True. The password manager بيساعدنا إن هو يcreate strong password. لو في باسورد عندي ضعيفة بيديني نوتيفيكيشن أو بينبهني ولو حد سرق الباسورد برضو بينبهني. number 7 adding a subfolder inside the main folder is not allowed by the operating system false لأن أنا ممكن أضيف subfolder جوه المين فولدر. Number 8 using antivirus program on your device is not recommended false ده بالعكس ده هو recommended ان انا يكون عندي أنتي فايروس على الجهاز بتاعي عشان يحميني من الفيروسات. Choose the correct answer: number one, نقط ار are اوف of people or things that are connected to each other. ده تعريف الإيه؟ الـ network. Number two, the NOTs contain a huge amount of information. الإنترنت طبعاً في كميات ضخمة من الإيه؟ من المعلومات. Number three, people of determination use نقط to learn about lesson فده اللي هي البرايل البيبل اوف ديترمينيشن ذوي الهمم بيستخدموا طريقه برايل عشان يتعلموا ايه الدروس او يذاكروا الدروس بتاعتهم. Number four connecting your computer to the نيد need a knock need a gateway عشان اوصل الكمبيوتر بالانترنت فانا محتاج gateway اللي هو مين اللي هو الراوتر. Number five Microsoft نقط represent data in the form of graphs in different form ايه البرنامج اللي بيمثل لي او بيظهر لي داتا في شكل جرافس ده طبعا برنامج الإكسل نبقى إيه عارفين كويس جدا الإكسل بستخدمه ان انا اعمل tables او شيت او ان انا اعمل جرافس Number 6 The note low protect print and digital content ده اللي هو ال copyright law او قانون حقوق النشر. Number seven not comes from research and observation. They are statements that can be proven. ده اللي هو تعريف ال او الحقائق. <applause> الامتحان الثالث بعد كده number two نقط از ا ديفايس ذات كونكت ا كمبيوتر تو ذا انترنت فيا واي فاي طبعا ده اللي هو الراوتر هو هنا بيقول لي ديفايس فهو جهاز الراوتر نمبر 3 نقط ار سكام ويب سايت ذات اوفر يو برايزز ذات نيفر كم ده اللي هو السويب ستيك سكام ويب سايت ده نوع من انواع الاسكام ويب سايت اللي هي المواقع التصيد الاحتيالي بتبقى عايزه ان هي تسرق مننا معلومات فالسويبي ستيك ويب سايت ده بيقول لي مبروك انت كسبت جايزه او برايز ودخل معلومات معينه عشان تاخد الجايزه دي. نمبر فور نوت كام فروم ريسيرش اند اوبزرفيشن ار او از ستيتمنت ذات بي بروفن ذي ار ترو فور for ون ده طبعا اللي هو تعريف الفات. ترو اور فولس Number one: you should limit the personal information you share online. طبعا ترو، لازم نقلل البيرسونال personal information اللي احنا بنعمل لها share online عشان ده يحمينا من الايه؟ من المخاطر اللي موجوده على الانترنت. Number two: we can give a name to the folder by right click then rename. طبعا ترو. Number three: الجيجا بايت equal 1204 كيلو بايت. لا فولس فولس ليه عشان حاجتين اتنين اول حاجة ان الجيجا بايت هي 1024 1024 ثانيا الجيجا بايت 1024 ميجا بايت ومش كيلو بايت فهنا طبعا ايه ديت غلط نمبر فور بلوتوث از ا نتورك تكنولوجي ذات ورك فور لونج رينج فولس لان البلوتوث دايما بتشتغل على شورت رينج فلازم نخلي بالنا من دي كويس جدا السؤال أه الثالث كومبليت السؤال الاول ده مش عندنا نمبر 2 نقط از ا بروجرام يوز تو بريبير برزنتيشن ده طبعا برنامج الباور بوينت نمبر 3 نقط يوز the انترنت تو بريك انتو يور كمبيوتر تو ستيل يور انفورميشن ده اللي هو الهاكر بيدخل على الكمبيوتر بتاعي عشان يسرق الايه المعلومات نمبر 4 everyone owns the notes of the image they take unless they sell them. يعني أي واحد بيمتلك copyright أو بيمتلك حقوق نشر على الصور اللي هو بيصورها طالما إن هو ما باعهاش. السؤال الرابع كومبليت نمبر 1 أن internet is used to share in نقط and is more secure طبعا more secure يبقى closed. نتورك نمبر 2 اف ذير از نو انترنت كونكشن لو ما عندكش انترنت كونكشن في البيت ففي الحاله ديت اعمل ايه طبعا تشيك ذا راوتر از كونيكتد بنتاكد ان الراوتر يكون متصل بالايه بالنتورك ومتصل بالكهرباء نمبر 3 نوت هيلب اس اكسس انفورميشن باي سكاننج ات وذ ا فون كاميرا ده طبعا اللي هو الكيو ار كود الامتحان الرابع ترو اور فولس نمبر 1 A school's computer lab could have its own closed network. True، لأن الـ school computer lab ده مثال على الـ closed network. Number two، we don't need strong password to protect our personal data. إحنا مش محتاجين strong password عشان نحمي بيها البيانات الشخصية بتاعتنا. لا طبعاً False. Number four، the copyright law doesn't protect print and digital content. False. The Copyright Law بيبروتكت أو بيحمي البرنت والديجيتال content Number five, there are several ways to backup data, such as flash drive and hard drive. يعني في طرق كتيرة نعمل بيها باك اب للداتا باستخدام الفلاش ميموري أو باستخدام الاكسترنال هارد درايف فطبعاً ترو. Number six, we use a scanner to save image to use later. True ليه بقى True؟ الاسكانر ده بيعمل ايه؟ الاسكانر ده بناخد اي صوره او دوكمنت وبندخلها عن طريق الاسكانر للكمبيوتر، فانا كده بحفظ الإيمج ديت على الكمبيوتر عشان أستخدمها ليتر فيما بعد. Number 7: هاكرز use the internet to break into a computer system. True الهاكرز ممكن ان هم يدخلوا على الكمبيوتر بتاعنا. نمبر 8 ذا ايثرنت كيبل كونكت الكمبيوتر تو ذا راوتر ترو الايثرنت كيبل ده وظيفته ان هو بيوصل الكمبيوتر بالراوتر السؤال الثاني نمبر 1 نقط از ا بروجرام تو كرييت جرافس ايه البرنامج اللي بستخدمه عشان اكرييت جرافس والسؤال ده بيتكرر كتير ده برنامج الاكسل نمبر 2 نقط is group of people or things that are connected to each other for a common purpose ده تعريف الـ network number 3 نقط is a gateway that connect a computer to the internet via wifi or Ethernet طالما قال لي بيكون gateway مين الـ gateway بقى؟ طبعا هو الـ router number 4 نقط از ا نتورك ذات كونكت كمبيوتر اند بيبل يوزنج ذم يوزنج ذم فروم اول اراوند ذا ورلد ده اللي هو الانترنت نمبر 5 نقط از ان وركينج تكنولوجيز ذات كونكت وايرلس موبايل ديفايس ايه من دوله نتوركينج تكنولوجي بيوصل اجهزه مع بعض وبيوصل الوايرلس موبايل ديفايسز يعني بيوصل اجهزه الموبايل وايرلس ده طبعا اللي هو البلوتوث Number 7 you can go to the site you want by typing URL اقدر ادخل على السايت اللي انا عايزه عن طريق ان انا اكتب اليو ار ال بتاعه او عنوان الويب سايت ده <applause> الامتحان الخامس true or false number 1 is difficult to backup your photos with your external hard disk drive false طبعا لا سهل ان انا اعمل الباك اب للفوتوز بتاعتي باستخدام الاكسترنال هارد درايف نمبر تو يو كان شير ذا انفورميشن ستورد اون يور كمبيوتر طبعا ترو اقدر اعمل شير للمعلومات اللي موجوده عندي على الكمبيوتر اما عن طريق بفلاش ميموري او حتى ممكن اعمل لها شير على الانترنت نمبر 3 كوبي رايت لو دازنت بروتكت ايمج اند ارت وورك فولس كوبي رايت لو او قانون حقوق النشر بيحمي الايمج وبيحمي الارت وورك وبيحمي حاجات كتير جدا

file management on the computer is limited to video clip only يعني الفايل management ده او ادارة الملفات على الكمبيوتر بتكون محدودة بس بادارة الملفات او بتنظيم ملفات الفيديوز عندي على الكمبيوتر فهل الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا false انا اقدر اعمل file management واقدر ارتب كل الفايلز اللي عندي سواء كانت فيديو او document او image او اي حاجة number 7 Reliable sources include books, articles, diaries, letters and the photos. طبعا true. الـ diaries ديت اللي هي اليوميات او المذكرات اليوميه اللي الناس بتكتبها. Number 8: Data must be organized on the computer for easy arrival. يعني الداتا المفروض تتنظم عندي على الكمبيوتر for easy arrival عشان اوصل لها بسهوله فطبعا true. Choose the correct answer Number one Noot is used to perform simple formula البرنامج اللي بستخدمه عشان اعمل فورميولا ده طبعا برنامج الإكسل Number two Noot is trying to get the bank account number of an adult In order to steal their money ده طبعا الهكر هو اللي بيحاول أن هو يسرق أو ياخد معلومات عن حساب البنك بتاع مثلا بابا أو كده Number three the internet is not a network. الإنترنت ده open network. Number four to present research results in an interesting way use not. عشان to present هنا بيقولي to present يعني عشان أعرض النتايج بتاعتي بشكل جذاب ف present جاية من presentation هستخدم أي برنامج؟ هستخدم برنامج الـ PowerPoint. Number five نقط must be placed to protect image from copyright infringement ده اللي هو الوتر مارك وده برضه في الدرس الاول عندنا الاطلاع فقط. نمبر 6 when arranging information alphabetically in Excel go to the نقط عشان ارتب بقى المعلومات في الاكسل المفروض ان انا بـ بـ بوصل او برتب المعلومات ازاي؟ اول حاجه go to tool bar بوصل لل tool ومن التول بار بختار داتا ومن الداتا بختار سورت فلازم نكون عارفينهم كويس ده الخطوات اللي بمشي عليها عشان ارتب الانفورميشن او الداتا في الاكسل نمبر 7 if someone is exposed to not they should contact the child helpline لو في حد اتعرض لسكام ويب سايت او مواقع تصيد احتيالي فهو المفروض يتصل بايه بخط خدمه الاطفال. امتحان السادس ترو اور فولس نمبر 1 copyright protect photos music and computer software ترو. نمبر 2 the operating system doesn't allow to add a subfolder to inside main folder لا فولس الاوبريتنج سيستم بيسمح لنا ان احنا نعمل subfolder جوه المين فولدر نمبر Number three an external hard drive is used to store large ترو True لأن ال external hard drive بيكون المساحة بتاعته أكبر مثلاً من الفلاش ميموري فعشان كده بيستخدم إن إحنا بنخزن عليه اللارج large نمبر Number four password manager is used to create باسورد strong password. True. Number five Facts based on someone's view and experience؟ لا فولس لأن ده مش الفاكت ديت الأوبينيون هي اللي بتكون مبنية على وجهات نظر الأشخاص وخبراتهم. Number six you should you shouldn't sign for a website that asks for too much personal information true المفروض إن أنا ما أعملش sign أو إن أنا ما سجلش في أي website بيطلب مني personal information كتير. Number seven

البرنامج اللي بنستخدمه عشان نكتب بي ريبورت ده برنامج المايكروسوفت وورد نمبر 3 the first step to solve the problem is identifying the problem اول خطوة عشان نحل مشكلة ان احنا نحدد المشكلة بالظبط number 4 you can protect your files from viruses or loss by making backup يعني احنا المفروض ان احنا بنحمي الملفات بتاعتنا من الفيروسات ومن ان احنا نفقدها عن طريق ان احنا نعمل باك. Number five: network or internet speed is measured by megabit per second. ديت هي اليونت اللي احنا بنقيس بيها سرعه الانترنت. Number six: you can check websites through the نقط. احنا بنفحص الويبسايت وبنتاكد منه من خلال او عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نتشيك ذا يو ار ال. اللي هو عنوان الموقع طبعا. Number seven, to create a formula in a cell you must first type the equal عشان نعمل formula في الإكسل فاحنا المفروض إن احنا نكتب إيه؟ equal. Number eight, scam website operate to get personal information. ال scam websites أو مواقع التصيد الاحتيالي ديت بتشتغل هدفها إيه؟ هدفها ان هي تحصل على البيرسونال انفورميشن او معلوماتك الشخصيه طيب الامتحان السابع ترو اور فولس نمبر 1 مين فولدر كونتين فولدر ممكن يبقى جواه سب وكمان فايل نمبر 2 ذا ايجيبشن كونستيتيوشن كونفيرم The state protects all the all types of intellectual property. يعني ايه الجمله الغريبه دي؟ The Egyptian Constitution ده اللي هو الدستور المصري. فالدستور المصري بياكد ان ذا ستيت اللي هي الدوله اللي هي مصر بتحمي كل انواع intellectual بروبرتي رايت right او حقوق الملكيه الفكريه فده طبعا ترو وهي جمله موجوده بالنص في كتاب المدرسه. Number 3 facts are based on someone's view and experience and can't be proven. ده طبعا فولس لان ده تعريف الايه تعريف الأوبينيون ان هو بيعتمد على وجهه نظر الاشخاص وخبراتهم ولا يمكن اثباتها. نمبر فور، some people use photographs that were taken by others without asking their permission. فولس يعني ايه؟ بعض الناس ممكن ان هم يستخدموا الصور اللي في حد تاني صورها من غير ما يستاذنوا منهم. هل الكلام ده صح؟ لا طبعا فولس. 5 five smishing is sending a scam message via text message instead of an email. True احنا قلنا ان الفيشنج زي السميشنج بالظبط ولكن ايه الفرق بينهم؟ الفيشنج بنبعت مسج على الايميل او على السوشيال ميديا انما السميشنج بتبعت message كتكست مسج. Number 6 password manager create a strong password for each of your account طبعا true Number 7 a reliable source contain misspelling or bad grammar false a reliable source او المصادر الموثوق فيها ما بيكونش فيها اخطاء امال مين اللي بيكون فيها في bad grammar و Misspelling ده اللي هو ال unreliable sources Number 8 a permanent hyperlink a highlighted word or picture you click on to take you to another web location ده true ده تعريف اللي هو البرما لينك هو عباره عن لينك دائم عباره عن كلمه او صوره لو ضغطنا عليها بينقلنا لمكان تاني على الانترنت choose the correct answer number one the not website say your computer has a problem ده اللي هو سكير وير ويب سايت ده نوع من انواع الاسكام ويب سايت السكير وير دي بتخوفك، بتقول لك إن في مشكلة أو في بروبلم عندك على الكمبيوتر والمفروض إن أنت تعمل داونلود لفايل معين عشان نحللك لك المشكلة دي. طبعاً لو ضغطنا أو عملنا داونلود فده فيروس بينزل عندك على الجهاز. Number two: when a creator gives a permission for their work to be used anytime and anywhere it's called creative commons. تعرفين عارفين الاعمال اللي بتكون كرييتيف كومنز او مشاع ابداعي دي معناها ان الكرييتور او صاحب العمل ده ادى بيرميشن وادى اذن لكل الناس ان هي تستخدم العمل بتاعه ده وتعمل له شير في اي وقت وفي اي مكان بدون اذن او بدون الرجوع له نمبر 3 تو سيرش ان اونلاين source باي كي وورد كنترول بلس اف لو عايز ابحث في ويب سايت على كلمه معينه او كي بضغط Ctrl F واكتب الكلمة ديت فبيجيبها لي أو بيوصلني ليها على طول. Number four: نقط can't be debated and they are true for everyone ده تعريف الفاكتس. Number five: one of the measurement units is megabyte that equal نقط. الميجا بايت equal 1024 كيلو بايت. احنا قلنا هنا عشان اليونتس ديت نعرف الترتيب بتاعها وكل واحدة بتكون 1024 من اللي قبلها. Number six Bluetooth is a networking technology that connects wireless mobile devices over short range. البلوتوث دايما بيشتغل over short range. Number seven you can use NOT to save a backup uh, copy of your files. اقدر ان انا استخدم الاكسترنال هارد درايف وكمان اقدر ان انا استخدم الفلاش ميموري عشان اعمل باك اب من ايه؟ من الفايلز files <applause> الامتحان الثامن True or False؟ نمبر 1: password manager software is used to create strong password. True السؤال ده طبعا بيتكرر معانا في امتحانات كتير. نمبر 2: the copyright law بروتكت post-print and digital content. برضو true. نمبر 3: all websites are fraudulent sites. Including online shopping site fraudulent site زي يعني معناها scam website يعني مواقع تصيد احتيال. فهل كل الويب سايت، all websites بتكون مواقع scam website لا طبعا فولس. Number four: hard disk always has less space than the flash memory. فولس. احنا قلنا الاكسترنال hard disk ده بيكون المساحة بتاعته بتكون أكبر من الفلاش ميموري. Number five, you must check the sites you visit on the internet. True. لازم ان انا اتشيك وافحص السايتس اللي انا بدخل عليها على الانترنت عشان ما ادخلش على مواقع ممكن تضرني. Number six, phishing message include your email address. الفيشنج مسج ديت بتشمل او بيكون فيها الايميل ادرس طبعا ايه True, لان الفيشنج مسج هي مسج بتتبعت على الايميل او بتتبعت على السوشيال ميديا. فهنا طبعا تبقى true number seven choose new from a file menu to create new folder true number eight information tables can be created through excel program من البرنامج اللي بي create tables طبعا برنامج الExcel فتبقى true choose the correct answer number two One of the forms of NOT is the arrival of message from unknown person asking you uh, for your data to obtain a price. ده طبعاً fishing message. fishing message ونُحها كمان بيكون إيه اللي بتقول لك مبروك أنت كسبت هدية أو هتكسب جايزة ده اللي هي اسويبي ستيك. تمام كده؟ طيب، نمبر 3 sharing information via internet is considered no other than the inter the internet. طبعاً لما أنا أشير information على الإنترنت ده بيكون less secure أقل أماناً من أنا لو عملت لها شير على الإنترنت. number four you can quickly share photos with your friends by your mobile phone. اقدر اعمل شير لصور مع اصحابي عن طريق طبعا الموبايل فون عن طريق زي مثلا الواتساب او كده. نمبر 5 نقط از وان اوف ذا سوليوشن تو ذا بروبلم او سلو لودنج عندي مشكله سلو لودنج سلو داونلود بعمل داونلود من على الانترنت بيكون بطيء فحل من حلول المشكله ديت ان انا اعمل ايه؟ طبعا ان انا اعمل ريستارت ذا كمبيوتر اعمل ريستارت للكمبيوتر واعمل ريستارت كمان للايه للراوتر نمبر 7 سيلكت نقط فروم ذا شورت كات منيو تو كرييت نيو فولدر طبعا هختار نيو الامتحان التاسع choose the correct answer نمبر 1 The technologies that connect wireless mobile devices over a short range to form a network is called Bluetooth. طبعاً طالما قال لي short range يبقى Bluetooth. Number two, a device that connects computer to the internet via wifi fi الجهاز اللي بيوصل الكمبيوتر بالإنترنت ده اللي هو الراوتر. Number three, the solution to the problem of slow download is to not. عندي النت بطيء فالمفروض إن أنا أتأكد من إيه بقى؟ قال لك check the internet speed، نتأكد من سرعة الإنترنت. Number four to create a formula in Excel طيب in, in the cell نقط عشان أعمل فورميولا في الإكسل فطبعا بكتب equal 6 to connect your computer to the internet you need عشان أوصل الكمبيوتر بتاعي بالإنترنت فأنا محتاج gateway اللي هي الروتر Number seven the one, of, the one who steals the personal information is called the hacker. الشخص اللي هو ممكن يسرق المعلومات الشخصيه بتاعتك ده بنسميه هاكر Number eight, the more secure sharing in closed network is called intranet number 10 using photographs that were taken by other without asking permission is called copyright infringement يعني لو خدت صور حد صورها بنفسه بدون بدون ما استاذنه فده اسمه copyright infringement او انتهاك حقوق النشر. number 11 the reason of your home internet connection is not working is that يعني عندي الانترنت connection مش شغال في البيت السبب ممكن يكون ايه بقى؟ ممكن يكون the connection interrupted او الاتصال مقطوع number 12 the URL start with the نقط ده احنا عندنا اليو ار ال بيتكون من 3 بارتس او من ثلاث اجزاء فالجزء الاول اللي بيبدا بيه اليو ار ال هو البروتوكول نمبر 13 وان اوف ذا اكسسوارز ذات يو كان يوز تو سيف يور files securely از اكسترنال هارد درايف ده من الاكسسوارز اللي بستخدمها عشان احفظ عليها الايه الفايلز بتاعتي نمبر 14 the top of column in excel is letters دايما في الاكسل الكولوم بيكون بنعرفها او بيكون فوقها من فوق كده في لترز انما الروز بيكون جنبها بيكون موجود نمبرز نمبر Number 15 the smallest unit of data is bit اصغر وحده او يونت من الداتا ديت اللي بنسميها بت طيب امتحان العاشر اخر امتحان معانا ترو <applause> اور فولس نمبر 1 باسورد ماست بي سترونج طبعا لازم تكون قويه عشان الهاكرز ما يكتشفهاش بسهوله نمبر 2 تو شير ا بوست with someone you يو ماست فيرست اسك عشان نعمل شير لبوست مع حد تاني لازم في الاول ان احنا نستاذن منه طبعا ترو قبل ما اعمل له تاج او شير مع بوست لازم استاذن منه نمبر 4 يو كانت كرييت باك اب اوف فايل ما اقدرش اعمل باك اب من الفايلز بتاعتي لا طبعا فولس نمبر 5 اوبن نتورك كونكت وايرلس موبايل ديفايسز اوفر ا شورت رينج فولس لان ده تعريف مين ده تعريف البلوتوث السؤال الثاني كومبليت نمبر 1 تو كرييت ان يو فولدر يوز ذا كوماند نيو Number two, the first step to solve the problem is identifying the problem إن إحنا نحدد المشكلة الأول. Number three, not used to measure the number of cycles of the CPU per second ده اللي هو الجيجا هيرتز. Number four, not is a network that connect computer and the people around the world ده تعريف الإنترنت. السؤال الثالث نمبر 1 تو بريبير جراف عشان اعمل جراف بقى بستخدم برنامج ايه طبعا برنامج الاكسل نمبر 2 يو كان organize فايل ان كمبيوتر يوزنج فولدر بنظم الملفات بتاعتي في الكمبيوتر ازاي عن طريق ان انا اعمل فولدرز مين فولدر وصف فولدر واسمي كل فولدر باسم معين نمبر 3 نقط بروتكت creator's وورك طبعا ده اللي هو الكوبي رايت او حقوق النشر number four the Egyptian knowledge bank is not a source. ده بيكون الـ Egyptian knowledge bank طبعاً reliable source. وآخر سؤال number five people of determination use not for shopping. the people of determination بيستخدموا the e-commerce e أو التجارة الإلكترونية أو the online shopping عشان يقدروا يعملوا shopping online. كده خلصنا المراجعة النهاردة، يا رب تكون المراجعة سهلة وبسيطة ليكم وأكون قدرت إن أنا أوضح لكم بعض الأسئلة اللي ممكن تكون مش مفهومة بالنسبة لكم. إن شاء الله تدخلوا الامتحان موفقين وتحلوا كل الأسئلة وتجيبوا الفول مارك بإذن الله. بتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.